خلينا دلوقتي نروح لاخبار النادي الاهلي زي ما احنا متعودين وفرقه المختلفه. معانا سالا حامد مراسلتنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالا بونجور عليكي، وقولي لنا كده اخر الاخبار اللي معاكي، اتفضلي. صباح الخير يا نهاوند، طبعا بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا نهاوند يعني حاليا احنا متواجدين داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نقول لكم ابرز الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. ويمكن كالعاده خليني نبتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم واستعداده لمباراه غد ان شاء الله امام نادي المصري. يمكن النهارده الفريق يعني عنده تمرين، التجمع هيكون الساعه 11 والتدريب هيكون الساعه 12 على ملعب مختار التتش، وبعد كده الفريق والجهاز الفني بالكامل هيتجهوا لمدينة الأسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة غد إن شاء الله. وطبعا الفريق يكون في حالة تركيز وفي يدخل في أجواء المباراة ويدخل كمان المعسكر المغلق في مدينة الأسكندرية، لأنه إن شاء الله بكرة مباراة المصري هتقام في تمام الساعة 7 مساء على ملعب استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الأسكندرية. ده بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم. خليني بقى أروح لجميع الألعاب الأخرى، يعني يمكن خليني أقول لك أنا هوندو وكريم إنه امبارح اليوم كان أهلاوي يعني بامتياز في جميع الألعاب الأخرى سواء كرة السلة، كرة الطايرة أو كمان كرة اليد. ويمكن خليني نبتدي معاكم بالماسترز أو رجال كرة الطايرة امبارح اللي فازوا على نادي الزمالك بثلاث شواط مقابل شوط في مباراة أمس، واللي اقيمت ما بين الفرقتين على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل المقر للنادي. ودي كانت اخر مباراه في ختام يعني المرحله الاولى والدور الثاني من المرحله الاولى. يمكن المباراه دي امبارح اقيمت في تمام الساعه 8 مساء على صاله النادي الاهلي. يمكن انا كمان كنت متواجده امبارح في المباراه. يمكن خليني اقول لكم انه الاجواء يعني كانت اكثر من رائعه، كان في حاله تنظيم يعني كبيره والامور كانت كلها بتسير على ما يرام من يعني جانب اداره النادي الاهلي. كمان يمكن الحضور اقتصر على 25 لكل نادي سواء نادي الاهلي او نادي الزمالك. كمان كان في يعني متواجدين عائلات اللاعبين سواء برضو يعني نادي الاهلي او نادي الزمالك. كمان يمكن كان في بعض اللعيبه من الالعاب الاخرى كانوا حريصين ان هم يتفرجوا على مباراه امس ويشجعوا نادي الاهلي امام نادي الزمالك، منهم مستر جاستي ايبوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي لكره السله، كمان والتر هادج محترف الفريق، ايضا كابتن احمد الجرحي المدرب العام، كابتن مودي الجرحي لاعب النادي الاهلي السابق في فريق كره السله، كمان المحترفات في صفوف فريق كره الطايره سيدات يعني زي كارينا والمحترفه الاخرى ديانا. يمكن الكل كان يعني حريص ان هو يكون متواجد ويشجع نادي الاهلي يعني في مباراه امس، وتعتبر ديربي ويعني نتيجتها مش هتاثر على مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري، انه خلاص النادي الاهلي ونادي سموحه ونادي الزمالك وبتروجيت تتأهلوا للأدوار القادمة إن شاء الله في بطولة الدوري. ولكن امبارح يعني المباراة كانت تعتبر ديربي والنتيجه مهمه بالنسبه لجميع جماهير النادي الاهلي وطبعا كل اللي كان بيتابع مباراه امس. كمان يعني امبارح سيدات كره السله تحت قياده الكابتن طارق خيري امبارح فازوا على نادي بنك الاهلي بنتيجه كبيره بنتيجه 90-51. وكان برضو المباراه دي امبارح اقيمت على صاله الشهداء داخل مقر النادي الاهلي. النهارده سيدات كره السله هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات، وبكره ان شاء الله هيرجعوا للتدريبات الجماعيه عشان يوم السبت المقبل ان شاء الله عندهم مباراه كمان مهمه في بطوله الدوري امام نادي الجزيره، وهتقام على صالة نادي الجزيرة في تمام الساعة 6 مساء. كمان سيدات كرة اليد امبارح كان عندهم مباراة مهمة ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة واللي كانت يعني أمام نادي الزهور، وأقيمت على صالة نادي الزهور في مدينة النصر، وانتهت بفوز سيدات كرة اليد بنتيجة 25-13. برضو النهاردة هيكونوا في راحة سلبية من التدريبات، وبكرة هيرجعوا للتدريبات الجماعية عشان يستعدوا للمباراة القادمة إن شاء الله اللي هتكون أمام نادي الطيران يوم الثلاث المقبل، وأيضا هتكون ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. خليني بقى استكمل اخبارنا النهارده وكمان اتكلم شويه عن استعدادات يعني باقي الفرق لمباراه المباريات القادمه. يمكن يعني رجال كره السله النهارده ان شاء الله عندهم تمرين، ويمكن يوم الجمعه عندهم مباراه نادي الزمالك اللي هتقام في تمام الساعه 6 مساء على صاله نادي الزمالك في 100 عقبه. يمكن النهارده الفريق هيستعد بشكل قوي لمباراه يوم الجمعه، وكمان سيدات كره الطايره النهارده هيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي عشان برده يوم الجمعه عندهم مباراه السيمي فاينل من بطوله كاس السوبر المصري لكره الطايره واللي هتكون امام نادي وادي دجله وهتقام على صالة المقاولون العرب. كده انا هوند وكريم كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا انا معاكي يا هوند لو في اي سؤال، ولا انا عوده مره اخرى للاستوديو كلمة ليكي طبعا يا هوند، تفضلي. لا يا سالا انت يعني عملتي تغطيه كالعاده اكتر من رائعه.